بسم الله الحمد لله والله أكبر. وإن جندنا لهم المنصور الغالبون، يعني يكون جنود الله، جنود الله هم جنود الخفاء، ونحن ذلك عندنا شيء من الخفاء، لأنه يعني قاعدين ندخل في دين الله أفواج، ولا يعلم بكلهم في أكثر الحالات إلا الله. وإنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، بالتأكيد تأكيد نصرون لي فيكتوريو. وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين. أو ربنا من ينصح نبينا أسوتنا الحسنة أن يترك هؤلاء في طغيانهم يعمهون، بنو صهيون لهم اللعبة، قاعد يقتلوا في علمائنا ويقتلوا في جيشنا في كل ما هو اعتبروه خطر عليهم، لكن نسوا أن الله يكيد لهم وأن كيدي متين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.